الموضوع الدبلوماسي لا بأس أن أذهب مباشرة إلى مطار هواري بومدين ونستمع لكلمة وزير الشباب والرياضة الذي يستقبل المنتخب الوطني لكرة اليد. تحضيرا لما هو قادم من بطولة العالم وحتى الدورة التحضيرية للألعاب الأولمبية، أكيد أنه يعني كان لي كلام مع الرياض مع اللاعبين وحتى الطاقم التقني، وين يعني وزارة الشباب والرياضة راح تحط كل إمكانيات لهذا الفريق حتى يعني يكون في أحسن الظروف تحضيرا لبطولة العالم القادمة ولا كل الدورات الدولية القادمة. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام تابعنا